بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما يقول علماؤنا الأعلام بأن هناك ستة أمور يعشقها الرجل ويحبها الرجل ولكن لا يطلبها من زوجته. لماذا لا يطلبها من زوجته؟ إما حياء وخجلا من زوجته، وإما تكبرا من باب أنه لا يريد أن يبين بأنه ضعيف أمامها ويطلب منها، ويشعر ربما تذله على هذه الأمور التي قد طلبها منها إلى غير ذلك. وطبعا هذه الأمور تبقى على حسب العلاقة، إذا كانت العلاقة قوية جدا فهو عليها لا يستحي أبدا ويطلب هذه الأمور من زوجته، وإن كانت العلاقة ضعيفة وليست بالمتينة فعليه ألا يطلبها أبدا إذا شعر بأنها سوف تذله زوجته، أو بأنها تشعر كأنها قد مسكت عليه مستمسك إلى غير ذلك، ويقول بأن الشيء الذي لا يخرج من القلب وبعفوية لا حاجة لي فيه، أتمنى بأن زوجتي تفعل ذلك بعفوية من دون أن أطلب منها. ما هي هذه الأمور التي يحث عليها أهل البيت عليهم السلام وكذلك يعني العلماء الأعلام؟ أول هذه الأمور هو إسماع الزوج الكلمات يعني الطيبة، الكلمات المشجعة المحفزة. يعني عندما يدخل إلى البيت عليك أن تسمعيه كلمات الحب، كلمات الاشتياق، كما أنك تحبين ذلك. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وآله حث الزوج على القول لزوجته بأني أحبك فلا يذهب من قلبها أبدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك النبي صلى الله عليه وآله حث الزوجة على إسماع زوجها الكلمات الطيبات بمجرد أن يدخل إلى البيت، بل إن النبي قد بشرها بالجنة إذا فعلت ذلك. يعني فلتعلم كل زوجة بأنها إذا ما استقبلت زوجها وهو آت من الخارج إلى داخل البيت وتسمعه الكلمات الطيبة، حياك الله، الله يسعدك، الله يقوي حالك، اشتاقنا لك، خب ما تأذيت، خب ما تعبت، هذه الكلمات الطيبة. وبعض الآباء صراحة يزعلون، يعني يدخل إلى البيت وحامل يعني المسواق إلى غير ذلك ويضع الغراض ولا يجد واحد يقول له الله يسعدك، الله يقوي حالك، أو أن يأتي إليه بقدح من ماء ويزعل هواية ويقول أنا مجرد عامل في هذا البيت. هو يتمنى ولكن لا يطلب، يتمنى أولاده، يتمنى زوجته يتلقونه بكلمات طيبات، هو لا يطلب ذلك ولكن يقول إذا ما طلعت بعفوية ما أريدها أني، ما أريدها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله عن زوجة أبي أيوب الأنصاري التي كانت تتلقاه بكلمات المودة والمحبة، قال يا أبا أيوب بشرها بالجنة، هذه المرأة التي إن دخلت إلى بيتك سرتك بكلماتها وسرتك بابتسامتها بشرها بالجنة. فإذن أنت تكونين من المبشرات أو المبشرات بالجنة، هذا واحد. ثانيا مسألة المديح والإطراء، قدر الإمكان امدحيه وحاولي أن تتغاضي عن أخطائه أمام الآخرين، أمام أهله، أمام أهلك قدر الإمكان. عندما يكون مكان عام حاولي أن تذكري فقط محاسنه لعله يستحي ويخجل، وكذلك هو يتمنى عندما يكون أمام أهلك يكون هو البطل دائما وأبدا بتصرفاته وبرعايته لأولاده لغير ذلك. بالعكس أنت تحرجينه فيما بينه وبين نفسه عندما لا تذكرين أخطاءه، وهو يتصور ربما ستقولين، سواء أمام أولادك سواء أمام أهلك أو أهله، وهذا الأمر جيد جدا. واذكري كل حسن له ولو كان صغيرا، واذكري له كل تصرف جيد ولو كان صغيرا أمام أولاده وبمسمعه، انتظريه بمسمعه وأمام أهلك وأمام أهله. هنا يتمنى الزوج أن يسمع ذلك وبأنه لا تنسين له حسناته، ولكن لا يطلب، لا يتمنى منك أن تفعلي ذلك، ويتمنى منك أن تتغاضي عن أخطائه. هو يخطئ ولكن لا يحب أن تذكر هذا الأخطاء أمام الآخرين، هذا الأمر هو الجيد. لذلك قال علماؤنا المرأة المؤمنة التي إن أخطأ زوجها قالت كل الأزواج يخطئون، وإن أحسن زوجها قال الزوجة بحمد الله من أفضل الأزواج، كل الأزواج يخطئون.
ولذلك يقول علماؤنا الأعلام يعني عن طريق وصايا النبي صلى الله عليه وآله: كوني أثناء الخطأ الذي يخطئه، كوني معه ضد شيطانه، كوني معه ضد النساء اللواتي يردن أن يأخذنه منك، كوني معه ضد الذين من أصدقائه يحاولون أن يجعلونه منحرفا، كوني معه وليس ضده. الشيطان يفرح عندما هو يشعر بالحزن زوجك وأنت تقفين مع الشيطان ضده، يعني بمعنى كالمريض، المريض لا يوقف ضده، زوجك مريض ببعض الشهوات، بعض النزوات، بعض الأخطاء، المريض لا يوقف ضده، إنما يوقف معه ضد المرض، عرفنا؟ وهذا الأمر يعتبر جيد جدا. كذلك النقطة الأخرى التي يحث عليها علماؤنا الأعلام مسألة التغيير، لذلك بمعنى ماذا التغيير؟ قدر الإمكان المرأة عليها لا تسكت أبدا من تغيير نفسها، تغيير ملابسها وتغيير ملامح وجهها، وليس بمعنى العمليات التجميل، لا لا، وإنما يكفي هذه يعني المساحيق البسيطة، دائما يعني تظهر بشيء جديد ولو بسيط. والنبي صلى الله عليه وآله عد ذلك ماذا؟ من حسن التبعل، وكذلك بأن فيه أجر وثواب سنة عبادة، من يعني من صيام ليل، من صيام نهار وقيام ليل. المرأة التي تظهر نفسها لزوجها بأحسن هيئة، عده من العبادة عبادة السنة كاملة. والإمام علي عليه السلام قال بأن المرأة العاشقة لزوجها عليه أن تتهيأ له بأحسن ما لديها، جيد، وهذا يعتبر من الإيمان، لأنك تحصنينه من الحرام، تحصنين عينه من الحرام، وهذا هو الجهاد الذي قال عنه النبي، جهاد المرأة حسن التبعل، يعني حسن التبعل بأن تجعل بعلها لا ينظر لغيرها وأن تحافظ على إيمانه، ولك الأجر الجزيل في ذلك، لك الأجر الجزيل في ذلك. كذلك مسألة يعني ماذا؟ عندما تكونين بين يديه ولوحدكما ابتعدي عن مسألة بأنك تعاملين عمرك الحقيقي، كوني كالطفلة بين يديه، كوني كالطفلة، وهذا ما يسر الرجل ويتمنى بأن يطلبه من الزوجة، يعني انسي عمرك عندما تجلسون فقط سويا. المرأة التي تضحك على زوجك والتي تخدع زوجك كيف تخدعه؟ بالتغنج وبالتدلل والتميع السخيف الحرام شرعا، فعليك أن تفعلي هذه الأمور، يعني ولا يحتاج أن أتكلم أكثر، يعني ما تفعله الأخريات ويجذبن أنظار الرجال على المرأة في بعض الأحيان أن تنسى عمرها، وهي لا تخالف الشرع في ذلك أبدا، ولا نعني بأنه تصل إلى مرحلة ابتذال النفس وإهانة كرامة النفس، لا لا لا، الرجل يكتفي بأنه المرأة تكون كالطفلة بين يديه قدر الإمكان، تسمعه الكلمات الطيبة، تتمازح معه بكلمات، تتدلل عليه، تتغنج أمامه لغير ذلك، وليس إلى مرحلة الابتذال. وهذا ما خدعنا النساء كثيرا الرجال بهذه الصورة، بالتغنج والتدلل والتميع السخيف والحرام مع الأسف الشديد، وهذا ما يطلبه الرجل ولكن يستحي أن يخبر زوجته. كذلك الحصول على بعض امتيازات الخصوصية، يعني بمعنى الزوج يحتاج إلى فسحة من الحرية، من الخصوصية، ولكن لا يريد أن يطلب من زوجته، يريد أن هي تفهم هذا الأمر، يقول أنا يعني يجب هي أن تعطيني، لا أن أطلب منها، لست بالطفل الصغير الذي يذهب لأمه ويطلب أن تعطيه بعض الحرية وبعض الوقت، أنا حر، أنا رجل، ولذلك عليك ماذا تفعلين؟ أنت أن تعطيه بعض الحرية، ولكن كما تعطين الحرية لطفلك، حرية مع مراقبة، وليس معنى ثقة عمياء، لا لا، ثقة مع حكمة، مع مراقبة، مع متابعة، إلى غير ذلك، أعطيه الحرية ولكن مع هذه الأمور. والأمر الأخير كذلك أن تقفين معه في كل أزماته، كل رجل يتمنى بأن امرأته لا تتركه في أي أزمة من أزماته، والمرأة العراقية مشهود لها، ولا يحتاج أن أشرح في هذا الموضوع. وكذلك أن تغار عليه، حاولي دائما أن تظهري غيرتك عليه، وغيرة المرأة إيمان، دائما اسمعيه الكلمات، تقولين بأني لا أستطيع أن أعيش من دونك، أنا ربما أموت إذا خنتني مع أخرى، كذا كذا، هذه الأمور تجعل الزوج يشعر بأهميته، يشعر بوجوده، هذه الأمور، وسوف نتكلم عن أمور أخرى إن شاء الله، ولكن هذه الأمور الستة مهمة جدا، يحبها الزوج ولكن يستحي أن يطلبها من زوجته. برنامج صباحات ولائية من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.